في اشي في شغله لا بهمني هي تقول انا بهمني طاهرة تقول لي انت طاهرة خبريني انت شو 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 رايك بصراحه لي صراحه احسن ايه بس شو اللي ناقص قولي لي تركيز مثلا اول شيء تعبير وجهي ببينوا حلوين بعدين تنسي ملاحظة بترجع بتصيري قاسيه مع انه عندك اول شيء بالبدايه كنت عم تمزحي وعم مبسوطه وعم تغني فجاه بتنسي واذا نسيتي رح يتاثر الغنى كمان رح يصير دون انتباه هيك فهمتي يعني عندك اشياء لازم تطلعيها اكثر على مين را دا را دا بعدين ما تضايقي بقى صوتك بالبدايه مبلشي منيح كنت شوفي كيف رجعتي انت رح ارجع سامعك لحتى تعرف الاغلط الاداء الاحلى مش الاغلط انتبه انه في اشياء منيحه بس كيف ليك بلل صوتك عم تفتح خلتي آلامي علامي افتحي نفسه افتحي تمك بصير متغير لون الصوت والطريقة الماء النفس بتصير مختلفة تماما هلا كانت مختلفة معك ليه كيف صارت تتولع لو فتحتي شوي كان عمل بفتح بس لا يا قلبي عملتي دفشتيه لازم كان ياخذ احسن لو عملتيه من ورا هيك احلى بيكون اوكي بتخف الحد بتخف الحديه منه اوكي ليك شو احلى وقت تعملي هيك انتبهتي؟ احضري حالك شوفي شو اخطائك مش انا بس اللي لك اياهم بتعرف ليك كيف وقت تكوني على المقطع دائما تقولي عم بتقولي بطريقه تكوني مبسوطه فيها عم يطلع اللون مغير لنا لما دغري بترجع تاخذي بتفقد التركيز بيرجع كل شيء محله بيرجع الصوت مثل ما هو هي عندها نظرات عيون حلوه كنت كيف؟ انه غنيتي ما فيك ما تغني مقتنعي حالك ما فيك تضلك هيك مارجينال هامشية قصة ثقة يعني شوفي كيف مقاطع ما عم يمتعوا من لون مختلف والشكل مختلف فجأة بيرجع فيه بصير صابر شوي كل شيء يعني بصير كل شيء هيك مغم كأنه غامق كأنه الصوت حاد والوجه كأنه ليه؟ كله فرد مرة مع بعض